هل جاء عدد لا بأس به ممن يعانون من ضعف النظر إلى إجراء عمليات لتصحيح القرنية باستخدام تقنيات مختلفة، خاصة بعد أن باتت هذه العمليات متوفرة بأسعار مقبولة ومن دون التسبب بآلام حقيقية؟ فما هي أحدث العلاجات لتصحيح النظر؟ سؤال يجيب عليه ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد عماد، الأخصائي العيون في مستشفى زليخة بالشرق. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك يا سعدي. دكتور، يعني تصحيح النظر بالليزر، لو تعرفني بس ما هو المبدأ ومن إمتى وجدت هذه التقنية؟ الحقيقة تصحيح البصر بالليزر بيعتمد على تغيير تحدب القرنية بما يتناسب مع مقدار النقص الموجود. الفكرة موجودة منذ بداية القرن العشرين، ولكن الإمكانية التقنية لم تتوفر حتى عام 1970 لما شركة IBM طلعت أول جهاز إكزايمر ليزر بإمكانه أن يبخر ربع مايكرون بدون أن يرفع حرارة النسيج المجاور. فهذا التطور التقني انتظر أيضا 10 سنوات ليدخل التطبيق المباشر على الإنسان. أول عملية ليزك أجريت 1986، وأخذت كمان 8 سنوات لأخذت اعتراف الـ FDA، وهون كانت الولادة الحقيقية لهالنوع من العمليات وبدأ انتشارها حول العالم. حاليا في أول 10 سنوات فقط أكثر من 26 مليون عملية أجريت من عام 1996 ل 2006. هذا بيعطينا فكرة قديش هالعمليات منتشرة وأصبحت شائعة وتتطور يوما بعد يوم. نعم، طيب خلينا نتكلم، من هم الأشخاص اللي ممكن هم يعملوا العملية هذه من غير ما تسوي لهم أي آثار جانبية وما تضرهم؟ الفئات المستهدفة في الحقيقة هي أي شخص عنده نقص نظر، سواء كان حسر بصر اللي معروف باسم المايوبيا، أو مد بصر اللي هو طول النظر الهايبرمتروبيا، أو الاستجماتيزم. الأشخاص اللي عندهم هل نوع من أنواع أسوء الانكسار بالإضافة لوجود قرنية سليمة، بالإضافة لعدم وجود أي مرض إضافي بيأثر على نتائج هالعملية أو بيسبب إشكالات فيما بعد، مثل المرضى مثلا اللي عندهم التهابات مفاصل شديدة، مرضى الروماتيزم، مرضى اللي عندهم مشاكل في الشبكية شديدة. هدول ممكن يكونوا يستثنوا من الاستفادة من هالتقنية، ولكن بشكل عام معظم الشباب سواء كانوا في الجامعات أو في مواقع العمل أو حتى الأعمار الخمسينات والستينات، في حال كانت العين سليمة فيمكن أن يستفيدوا من هذه التقنية. نعم، يعني من عمر كم إلى عمر كم؟ من الـ 21 سنة التوصيات العالمية. أقل من كده دكتور ما ينفع صحيح؟ هلأ سابقا كان العمر المعتمد هو 18 سنة، ولكن لوحظ بأنه جزء مهم من المرضى عم بيضل النقص يزيد عندهم، وبالتالي لما صلحنا بعمر 18 ما كان مستقر النقص. هلأ الأشخاص اللي مراقبين بشكل جيد ووصلوا 18 و19 من العمر وخلال آخر سنتين ثلاثة ما في زيادة في النقص عندهم، فهم أيضا good candidate حقيقة لأنه يستفيدوا من هالتقنية. نعم، طيب دكتور، ما هي أنواع تصحيح النظر بالليزر والمتاحة حاليا لهذه الأمراض اللي موجودة بالعين؟ هلأ نحن عندنا فعليا 3 أجيال أو 3 طرق لتصحيح البصر بالليزر. الطريقة الأولى طريقة الليزر السطحي اللي بسموها PRK، يتم فيها إزالة طبقة سطحية من القرنية اللي هي الظهارية، ومن ثم تطبيق الليزر لتغيير تحدب القرنية، ومن ثم وضع عدسة لاصقة وانتظار الشفاء. هذه الطريقة تتميز بأنه تترك القرنية كقطعة واحدة، وبالتالي أكثر أمانا من ناحية الستابيليتي في المستقبل، ولكن بتسبب شوية إزعاج في الأيام الأولى، وأيضا تحسن القدرة البصرية بيكون تدريج. نعم، طب مدة العملية دكتور؟ كل عين تأخذ بين 5 إلى 10 دقائق، يعني العينتين بحدود 15 دقيقة. 15 دقيقة، وبإمكان المريض أنه هو يخرج من العيادة ويمارس حياته الطبيعية مثلا، أو أنه لا في احتياطات بتسووها؟ هو عادة نحن بننصح أنه أول 24 إلى 48 ساعة يكون في شوي انتباه ومراعاة لمنع نقل أي عدوى جرثومية إلى العين. فبنطلب من المريض أنه يقعد في البيت، طبعا في البيت بيمارس كل فعالياته. الكثير من مرضاتنا بيجوا بيبعثوا لنا تكست أنه شكرا أنا شايف كويس في أول يوم، وإنما في شوية احتياطات لازم يأخذها من ناحية عدم التعرض للالتهاب. مثلا ينتبه أنه ما يجيب شيء وسخ على العين، ما يتعرض للغبار، ما يتعرض الإضاءة كمان دكتور؟
الإضاءة بشكل عام مقبولة، ما نعم. فيها مشكلة، وإنما الرضوض نحن بتهمنا أنه في بعض التقنيات أنه ما يصير في رد على العين، بالإضافة لاستعمال أطرات لفترة أول أسبوعين، وأحيانا نعطي أطرات مرطبة لفترة أطول. نعم، يعني في أدوية لازم ياخذها. طب دكتور، ممكن يجي يعني الصداع، يجي إحساس بالألم؟ فعليا الألم بيكون خفيف جدا أثناء إجراء العمل الجراحي، ما في ألم، نعم. ولكن بعد ما يروح تأثير المخدر اللي بنعطيه نحن أثناء العملية، مخدر موضعي طبعا فقط قطرات، نعم فممكن يحس بشوية حرقان في العين، نعم شوية إحساس بأنه كأنه في رمل أو جسم أجنبي في العين، وغالبا هذا بمجرد حبة بندول بسيط يتم بيروح التغلب الألم. عليه. طب بالضبط. مستشفى زليخة ماذا تقدم من خدمات في تصحيح النظر بالليزر؟ نحن بنقدم جميع التقنيات الموجودة، سواء الليزر السطحي أو الفيمتو ليزك الحديث أو التقنية الحديثة اللي هي السمايل. نعم. السمايل هي الجيل الثالث من تصليح البصر بالليزر، وهي الأحدث، نالت اعتراف الـ FDA في 2016، وبتعتمد على صنع شريحة رقيقة ضمن سماك القرنية، وبدون ما نضطر أنه نحن نقص القرنية، بنفتح جرح صغير ما بيتجاوز 2.5 ل 3 ميلي، ويتم استخراج هذه الشريحة اللي تم تصنيعها بالليزر. نعم، صارت العمليات أكثر أماناً وأقل تدخل جراحي. نعم بالضبط. دكتور محمد عماد، أخصائي طب العيون، شكراً جزيلاً لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.